معاكم على الدور احلى يوم مع بحر. عايز اقول لك انا كعجوز وانت كمصور، انت لما تكون متضايق او متساءل نفسك بتعمل ايه؟ تقعد لك يا معلم شويه كده نص ساعه ساعه وتغير نفسيه بتاعتك، ده علاج نفسي وصحيا ونفسيا ومزاجيا، هو ده البحر اللي بيعلم. ما تسيبش نفسك كده، اوعى تخلي صحتك النفسيه والمزاجيه والعقليه تتدمر وتوصل لمرحله الانهيار، غلط، ممكن تموت لا قدر الله، يجيلك جلطه. فمهم جدا انا اهو قاعد بقول لكم انا كاسكندراني باجي هنا البحر، يعني رغم اني بجري وكده لكن حبيت ان انا شويه عايز اقول البحر اسكندريه ده نص ساعه ساعه هيظبط الصحه النفسيه بتاعتك والعقليه بتاعتك. انا متضايق انا بدفع نفسي، تعالى هنا معلم واقعد كده البحر ده هيوديك الى عالم ثانيه والله. خليك اقول لكم الشركه والعمليه تبقى حلوه معاك، اشتركوا في القناه واعملوا لايكات.